بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اقتفى أثره استنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، معنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سورة جديدة من سور قصار المفصل، ألا وهي سورة الهمزة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن شاء الله في الحلقات القادمة ودنا أحد الشباب يقرأ إن شاء الله، إن شاء الله في الحلقات القادمة، يعني على بعض الإخوة يحتسب معنا حتى يعني نسمع كلام الله عز وجل غضا طريا كما نزل. هذه السورة نتحدث عنها من عدة جوانب. الجانب الأول هو بين يدي السورة، في هذه الزاوية نتحدث عن مقدمات تتعلق بهذه السورة. أولا، هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ هذه السورة مكية، وغالب سور المفصل قصار المفصل مدنية، ما عدا يعني سورة أو سورتين وربما تصل للثلاث، لكن غالب سور المفصل مدنية مكية، غالب سور المفصل مكية، ومن هذه السورة سورة الهمزة من السور المكية. وتعلمون السور المكية غالبا تتحدث عن تأسيس المجتمع، أسس المجتمع في العقيدة والأخلاق والآداب. أما النقطة الثانية فهي علاقة هذه السورة بالسورة التي سبقتها، وقلنا إن القرآن مترابط فيما بينه بوحدة موضوعية واحدة. فإذا كانت سورة العصر تتحدث عن الفوز وعن النجاح والنجاة والسعادة، وسورة التكاثر تتحدث عن مرض اجتماعي، وكذلك سورة الهمزة اليوم معنا تتحدث عن مرض اجتماعي، فتكون سورة العصر فوز بين خسارتين ونجاح بين إخفاقين وسعادة بين هلاكين. يعني سورة التكاثر تتحدث عن مرض التكاثر والانشغال بالكثرة، عن العمل الصالح والاستعداد للآخرة، مرض اجتماعي. وسورة الهمزة كذلك تتحدث عن مرض اجتماعي. فسورة العصر جاءت بالنجاح، كيف ينجو الإنسان من هذين المرضين جميعا. هذه فيما يتعلق بالعلاقة بين سورة العصر وسورة الهمزة. أما مناسبة النزول، قد ورد في بعض كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة هو وأصحابه، معذرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة يعني يستهزئ بهم الكفار ويسخرون منهم، كما في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرمون عليه الكلمة والجملة والعبارة، فيقولون هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، ويستخفون به وبأصحابه. فإذا مر بلال قالوا حبشي، إذا مر سلمان قالوا فارسي، وهكذا. فنزلت هذه السورة تسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلي أصحابه بما سيؤول إليه حال هؤلاء الكفار، وأن الله سيعاقبهم بما يليق بهم. معذرة، هذه مقدمات حول السورة، والآن ننتقل إلى الوقفات التفسيرية. يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة،
تبتدئ هذه السورة بكلمة مخيفة، ألا وهي كلمة وين. وإذا رأيت كلمة وين فاعلم أن ما بعدها من كبائر الذنوب، وأن ما بعدها من عظائم الأمور، وأنه أمر يكرهه الله عز وجل. قد أعد لأصحابه واديا في جهنم، قال بعض السلف إن ويل وادي في جهنم، وقيل بل هو كلمة وعيد شديد، أي عذاب شديد ينتظر من هذه حاله. لمن هذا الويل؟ لكل همزة لمزة. ما معنى همزة وما معنى لمزة؟ الهمزة اللمزة صيغة مبالغة، العرب إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بصيغة مبالغة في صفة معينة قالوا فعلة، 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 هذه صيغة مبالغة، ومنها همزة هنا عندنا. والهمزة اللمزة هو العياب، وبعض الناس يسمون العيار، يعير الناس، فيختار لكل واحد منهم لقبا، هذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا نحيف وهذا أسود وهذا أبيض. همزة لمزة، عياب، يعيب الناس ويعيرهم. لكن الفرق بين الهمزة واللمزة، قيل إن أحدهما هو الذي يعيب الناس بقوله، والآخر يعيب الناس عيب في الشخص الذي أمامه، ربما مشى مثله، قال انظروا كيف يمشي فلان وقام يقلده، انظروا كيف يتكلم فلان وقام يتكلم مثله، انظروا انظروا، ويبدأ يقلد الناس بفعله، هذا داخل في الآية. وقد يعيبهم بقوله فيسخر منهم ويستهزئ بهم، وهذا أيضا داخل في الآية. فكل من كانت هذه حالة يؤذي جلساءه، يؤذي الناس من حوله بقوله وبفعله، فويل له ثم ويل له، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يفرح، يفرح أن الناس تخاف منه ومن لسانه، يقول لك فلان عيار انتبه منه، ترى فلان عيار، اسمعوا الكلمة هذه أحيانا، يعني لا يتكلم عنك، ربما قال الكلمة فآذت من حوله. طيب إيش صفات هذا الرجل؟ قال الله الذي جمع مالا وعدده. وفي رواية صحيحة الذي جمع مالا وعدده، يعني القضية عنده ليست مجرد كسب للمال، وإنما جمع للمال وتعداد للمال وشغف بالمال، لدرجة أنه من شدة شوقه لهذا المال كل مرة يخرجه ويعده، يخرجه ويعده ويجمعه، فلا يخرج منه شيئا، لا يكاد يخرج شيء، يجمع 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 يجمع، ما عندي شيء، ما عندي شيء، ما عندي، وهو يجمع أرصدة، يجمع أموال، يجمع كذا، يجمع كذا، وكل مرة يفتش وينظر، ها كم عندي، كم عندي، كم عندي. ترى هذه الصفة ما تب لا تصدر عن مؤمن يا إخوة. المؤمن نعم يسعى للمال، المال مهم، وهو عصب الحياة، أقول المال عصب الحياة. ومن الصحابة من كانوا أثرياء جدا، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، أثرياء، أثرياء، غنى، غنى شديد، لكن ما كانوا بهذه الطريقة، يجمع يجمع، لا، يجمع وينفق، يجمع ويخرج زكاته، يجمع ويتصدق، ليس بمتعلق المال لدرجة أنه يعبده من دون الله. طيب الذي جمع ماله وعدده، طيب ليش قاعد يجمع ماله ويعدده؟ قال يحسب أن ماله أخلده، يظن بأن جمعه للمال وكثرة المال هي اللي ستخلده في الدنيا، الله المستعان، يظن أن كثرة المال ستخلده في الدنيا، فيعني كأنه لن يموت، كأنه إذا أصبح عنده مال لن يموت، لا ستموت. هناك أثرياء ماتوا، هناك أثرياء ذهبوا من الدنيا ولم يأخذوا إلا الكفن، بل ربما حتى الكفن يعني تصدق عليهم به. ولا لا يا أخوان، في ناس الآن كفن وما اشترى بنفس، أكثر الناس تصدق عليه بالكفن، وين راحت الأموال؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله.
فيذهب اثنان ويبقى واحد، يذهب أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما في فائدة، المال لا يخلد أحدا، لا يطيل الأعمار إلا طاعة الملك الجبار سبحانه. أما جمع الأموال ما تطيل الأعمار. يظن أنه إذا أصبح عنده مال ستصبح عنده كمية من الشهوات والرغبات والأموال والعلاقات، وربما ينظر لها من جانب آخر، أنه يظن أن ماله سيخلد ذكره، فيظن إذا أصبحت ذا مال سأصبح سيدا شريفا مطاعا، سيصبح لي ذكر في العالمين، وحتى لو مت ستصبح لي. لا يا أخي، ما يخلد ذكرك عند الله إلا عملك الصالح الطيب. يحسب ويظن أن ماله أخلده سيبقي ذكره أو سيطيل عمره، لا لا. إذا جاءت بعدها كلمة كلا، من السلف من قال إذا رأيت كلمة كلا فاعلم بأنها بمعنى كذبت، يعني هذا غير صحيح، غير صحيح أن المال يخلد أهله، غير صحيح أنك تعيب الناس بحجة أنك أغنى منهم، بحجة أنك أفضل منهم. بعض الناس يعني يظن إن إذا كثر ماله أنه أفضل من الناس. لا يا أخي، رب فقير عند الله سيد، رب فقير عند الله ولي، ورب غني عند الله لا قيمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، نعوذ بالله، فلا نقيمه يوم القيامة وزن، كما قال الله عز وجل. كلا، ليس بالصحيح أن المال هو الذي يعطي الناس قيمة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، يعني ليرمين. لاحظوا كلمة النبذ، النبذ هذه ما تقال إلا في الأشياء التافهة، ينبذ النفايات، ينبذ الأوساخ، ينبذ الثوب الخلق. وكذلك أنت يا من، أو ذاك الذي يعيب الناس، سيرمى يوم القيامة، كما كان يرمي الكلمة على الناس فتؤلمهم، يرمي الكلمة على الناس فتؤذيهم، يرمي الكلمة على الشخص فربما لا يستطيع أن ينام ليلة، ربما تبقى فيه وفي أولاده من بعده كلمة عيب أو كلمة سب أو كلمة شتم، أليس كذلك؟ اليوم أنت سترمى بكل استخفاف، بتلقى في نار جهنم. لينبذن في الحطمة، في رواية أيضا لينبذاني، يعني هو وماله سيطرحان. هذا المال اللي تباهى به في الدنيا ولم يقربه إلى الله، مال لا يقربك إلى الله، لا خير فيه ولا نفع فيه ولا بركة فيه، يرمى في النار أحسن. هذا فضل المال الذي يقرب إلى الله، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، كذلك المرأة الصالحة في الحطمة. سماها الله الحطمة، وهي من أسماء النار، لأنها تحطم كل ما يلقى فيها. قد ورد في تفسير قول الله عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قالوا إن الكافر في نار جهنم تجمع ناصيته مع قدميه فيكسر كما تكسر الخشب. لا إله إلا الله، عذاب شديد. لينبذن في الحطمة كما كان يكسر خواطر الناس في الدنيا، سيكسر هو اليوم. كان يحطم النفسيات، صح؟ يقول لك حطمتني، ها؟ يحطم نفسيات الناس، ويفشل فلان ويهين فلان ويهزأ بفلان. اليوم أنت تحطم في النار، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وما أدراك ما الحطمة؟ هذا أسلوب تهويل، تخويف، يعني أنها أعظم من أن تدرك. نار جهنم شيء خطير، شيء مخوف. وما أدراك، ما أدراك ما الحطمة؟ إيش الحطمة؟ شيء عظيم، أسلوب تهويل. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، لاحظ النسبة إلى الله، نار الملك، نار الجبار، نار العظيم القهار. هذه نار التي أعدها لأعدائه ليهينهم فيها، ليعذبهم فيها. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نعوذ بالله. الموقدة، يعني التي سبق إيقادها، فهي جاهزة، أوقد عليها سنوات طويلة حتى أصبحت شديدة الحرارة. نار الدنيا هذه ما تساوي عند نار الآخرة ولا شيء، 69 جزء مضاعفة، نعوذ بالله. نار، وهذا فيه إثبات العقيدة السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان الآن،
تم إيقادها وتجهيزها وإعدادها، أعدت للمتقين وتلك أعدت للكافرين. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني التي يصل شررها وألمها إلى الفؤاد إلى القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب الله يا أخوة، استجيروا بالله من عذابه. تصل حرارتها إلى القلب. وليش القلب؟ ليش القلب بالذات؟ لأنه هو مصدر العقائد الفاسدة، مصدر الكبر الذي حمل صاحبه على السخرية بالناس، مصدر الغرور، مصدر الحب الذي تعلق بالدنيا. اليوم يشعل هذا القلب فيذوب في النار نعوذ بالله. تصل حرارتها إلى الأفئدة فتطلع عليها نعوذ بالله. وقيل إن النار يعطيها الله عز وجل خصيصة لتعرف ماذا في القلب من كفر وماذا فيه من كبر وماذا فيه، فتعطيه بقدر ما فيه نعوذ بالله. تطلع على القلوب فتعطيها قدرها من العذاب. هذا عنده كفر أكبر، وهذا عنده غرور، وهذا عنده حسد، وهذا عنده، يأخذ بقدر ما فيه نعوذ بالله، التي تطلع على الأفئدة. وهذا أيضا فيه وعيد شديد أنه لن يموت في النار، لأن الأصل أن النار إذا وصلت إلى الفؤاد الإنسان يموت، إذا مات القلب يموت الجسد، لكن في النار لا. كلما أحرقت أجسادهم وقلوبهم أعيدت لهم الحياة من جديد نعوذ بالله ليذوقوا العذاب في عمد ممددة، يعني أنها مغلقة غاية الإغلاق، أبوابها مغلقة وعلى الأبواب أعمدة. إنها عليهم مؤصدة، نسينا كلمة مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة يعني إن النار عليهم مغلقة شديدة الإغلاق لدرجة أنه لا يستطيع أن يفتح بابها، وهذا نوع من العذاب النفسي، يعني اجتمع لهم العذاب النفسي والعذاب الإيش الجسدي، عذاب جسدي يحرقهم وعذاب نفسي لا يستطيع أن يخرج من النار لشدة إغلاق أبوابها، بل كما في الآية بعدها في عمد ممددة، يعني أبواب مغلقة وعليها أعمدة ممددة قد أغلقت الأبواب، خلاص يعني إحباط، يعني لن يستطيع، لا يفكر أصلا في الخروج أصلا. وهذا ما يدركه إلا الإنسان الذي عاش، يعني سبحان الله عندما يكون مكان يحترق ومغلق، يا الله ما أشده من عذاب أعوذ بالله. إذن هذا ما تيسر حول الوقفات التفسيرية، وننتقل الآن إلى الهدايات والإشراقات التدبرية. أولى الإشراقات التدبرية هذا المرض الاجتماعي الخطير، السخرية وعيب الناس ولمزهم والاستخفاف بهم. يا عبد الله لا تهزأ بأحد، فإنه قد يكون خيرا منك عند الله عز وجل. يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لا تقول هذا عامل، هذا فقير، هذا مسكين، هذا قصير، هذا طويل. لا تهزأ بأحد يا عبد الله، قد يكون الله خيرا منك عند الله عز وجل، وما يدريك لعل هذا الشخص يطالبك بحقه يوم القيامة، فلا تستطيع أن توفيه حقه. فحذاري من السخرية بالناس، ولينشغل الإنسان بنفسه، ولينشغل الإنسان بخاصة نفسه، وليذكر معايبها قبل أن تعيب الناس. أنت إيش فيك من عيوب؟ أنت ماذا عندك من عيب؟ فعيب نفسك قبل أن تعيب الناس. أنت عندك كذب، عندك غرور، عندك تفريط في الصلاة. أما الإشراقة التدبرية الثانية أعطونا الشريعة يا شباب، خطر التعلق بالمال. نحن نقول للناس لا بأس أن يكون عندك مال، لكن احذر أن يتعلق به قلبك. مال تبيع كل شيء لأجله، ترى المال ما يعطيك،
ما يعطيك القيمة الحقيقية لك. فحذاري أن تبيع لكل شيء لأجل المال، حذاري أنك إذا رزقت مالا تكبرت وتجبرت وعصيت، ما فائدة المال حينئذ؟ إنما المال مال الله عز وجل، جعلك خليفة عليه، فاحذر أن ينسيك ربك سبحانه وتعالى. أيضا من الإشراقات التدبرية المتعلقة بهذه السورة المباركة الخلود الحقيقي. ليس الخلود الحقيقي هو خلود المال وخلود الشهرة وخلود زي ما يقول بعض الشباب اليوم المتابعين واللايكات والمواقع والقنوات، هذا كله هذا سراب خادع ينتهي بانتهاء صاحبه، بل ربما بقي إثمه وزره عليه. كم من الناس من بحث عن خلود الذكر وأراد أن يبقى خالدا في الدنيا لكنه خلد إثمه ومات وترك سيلا من السيئات يصب عليه في قبره، ما الفائدة يا عبد الله؟ وأنادي الشباب والفتيات خاصة، احذروا اليوم موجة هائلة في قضية الشهرة والمتابعات والمشهورين وما أنا عارفه، ما الفائدة يا عبد الله؟ ما الفائدة أن تكون مشهور وأنت عند الله مغضوب عليك؟ ما الفائدة؟ شباب اليوم باعوا تربيتهم، باعوا قيمهم، باعوا آدابهم وأخلاقهم عشان قطعة شهرة، وماذا بعد ذلك؟ طيب عندما تلقى الله عز وجل بجبال من السيئات لا يجدي عنك ما اكتسبته شيء. الخلود الحقيقي يوم أن يناديك الله، ينادي الله باسمك في الملكوت الأعلى فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، هذا الخلود. الخلود الحقيقي يوم أن تموت وتنتهي من الدنيا وتبقى لك حسنات وأجور وعلم نافع، ذرية صالحة تدعو لك، ويبقى لك يعني باب من السماء يبكي عليك وموضع من الأرض يبكي عليك، آية في كتاب الله كل ما مرت فيه يا إخوة. وحقيقة الواحد يتدبرها وخاصة عندما يكون القلب يقظ يشعر بألم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يا الله، هل أنا وأنت تبكي علينا السماء والأرض؟ قالوا يبكي عليه موطن عبادته من الأرض وموطن صعود عمله إلى السماء، كان يرفع له صيام اثنين وخميس، كان يرفع له قيام الليل، كان يرفع له أذكار صباح ومساء، كان يرفع له حلق ذكر كثيرة. فلما مات بكى عليه، بكت عليه تلك المواطن الطيبة الطاهرة. الله أكبر، احرصوا يا شباب على هذا الخلود الحقيقي. نعم، وأيضا من الإشراقات لماذا الأفئدة؟ قلبك يا أختي، قلبك يا أخي، احرص عليه، املأه بالعقائد النافعة، انظر هل فيه كبر، هل فيه تعالي على عباد الله، هل تشعر أنك أحسن من أحد؟ ترى هذا غلط، اشعر أن الناس كلهم خير منك. إذا رأيت الصغير فقل هو أفضل مني لأني سبقته إلى السيئات، وإذا رأيت الكبير فقل هو خير مني لأنه سبقني إلى الطاعات، وإذا رأيت كذا وكذا. لا تحقر من عباد الله أحد، لا تنظر لأحد باحتقار كائنا من كان. احرص على القلب، سوي له تنظيف. اليوم الناس تسوي عملية فرمتة لأجهزتها ولا لا يا أخوان، ويسمون تنظيف ويسوون تنظيف لبرامجهم وحتى بيوتهم، لكن من منا ينظف قلبه من النفايات التي فيه؟ من منا يطلع على القلب هذا؟ يا أخي القلب هذا محل نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر لصوركم أموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويوم القيامة محور النجاة هو القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم من الشرك، السليم من الغل، من حسد، من كبر. هذا هو السبب ذكر الأفئدة بالتحديد، أن هي كانت البداية للكبر، كانت البداية لعيب الناس والسخرية بهم. نعم، وما أدراك ما الحطمة يا أخوان؟ عذاب الله شديد، عذاب الله شديد. اليوم بعض الناس، بعض الشباب وبعض الفتيات تجد سبحان الله يعني انغماس في المعاصي والذنوب، وكأن يعني ليس هناك عقوبة، ليس هناك عذاب، ليس هناك يعني شيء ينتظره، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد بعض الناس يقولون مدرعم ها منطلق في المعاصي والذنوب. طيب يا أخي، لا تخاف الله؟ ألا تخاف أن الله عز وجل ينتقم منك؟ ألا تخاف النار؟ هل فكرت في أنك ستقف بين يدي الله يوما ما، وأن الله سيسألك
وأن هناك نارا ستحرقك، وأن هناك عذابا شديدا ينتظرك في النار. صحيح الله غفور رحيم، ولا يجوز أن نقنط الناس من رحمة الله، لكن أيضا لا يجوز أن ننسى عقوبة الله. اليوم بعض الناس عايش فقط بالرجاء لكن ما في خوف، لا، لازم خوف رجاء، لازم يكون عندك رجاء فيما عند الله، وخوف أيضا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. تعيش بين الخوف والرجاء، كل ما حدثتك نفسك أن تسمع معصية أو تفعل معصية أو تمارس معصية، تذكر أن جسدك على النار لا يقوى. تذكر، روح كذا عند الفرن وشغل النار شوي، وحط إصبعك بعيد 2 3 سنتي، وشوف تقدر تتحمل كيف لو حطيتها داخلها. طيب كيف بنار فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا أو ب 70 جزءا، كلها مثل حرية، تحمل؟ تقدر تتحمل؟ اليوم تسمع الأغاني، ألا تدري أن من سمع الغناء في الدنيا صب في أذنه الرصاص المذاب يوم القيامة؟ أن من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، كما ورد في بعض الآثار. عقوبات شديدة يا إخوة، لا طاقة لنا بها. فينبغي الإنسان دائما أن لا ينسى عقوبة الله. وما أدراك ما الحطمة، ما أدراك ما هذه النار التي أعدها الله لأعدائه، فلنعد لهذه النار ما يحمينا منها. اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، إذن هذه السورة المباركة يا إخوة جديرون بأن نتدبرها، جدير بأن نتدبرها ونتأملها، ونحذر من السخرية بالناس والضحك عليهم واستخفافهم، ويحرص الواحد منا دائما أن يلتفت لنفسه ويصلح معايبها وينظر إلى الناس بحسن الظن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وطول العمر على طاعتك وحسن الختام، ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزل على قبورهم شآبي برحماتك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بلغهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. جزاكم الله خير الجزاء على حرصكم واهتمامكم وحضوركم، وأشكر الإخوة في أكاديمية إتقان على ما شاء الله جهودهم الطيبة المباركة وحسن إخراجهم ما شاء الله لهذه الحقيبة وهذه الشرائح. أشكركم جميعا فردا فردا، وأسأل الله كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله، وبارك الله في علمك، حياكم الله يبارك، معلومات قيمة. وبإذن الله نراكم الأسبوع القادم مع سورة الفيل. حياك، بارك الله فيك، استودعكم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نلتقي الأسبوع القادم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.